موجودة. شنو الحكاية بتاعت الملسمين دي يا سعادتك؟ كل مرة ملسمين 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 ده شو؟ وغناصة. نحن ايضا نسمع بهذا الان تنبين بان في ملسمين المظاهرين حتى اليوم. من الذي يطلق الرصاص على المظاهرين حتى اليوم في الأبيض؟ المتظاهرين في الأبيض، الرواية الموجودة في الأبيض حتى الآن جاتنا من الجهات الرسمية هناك. أنا شخصيا اتصلت بالوالي المكلف وسألته، فذكر بأن ربما هنالك جهة دعت لمظاهرة محددة لموضوع معين وظيفة خاصة بالجامعة. طبعا ده نوع جديد من أنواع يعني كل مجموعة تطلع مظاهرة، يمشوا الجامعة يقولوا ما دارين المدير ما دارين العميد. ده سلوك يمكن يعني بيجاء في المؤسسية حقتنا نحن أو الروح الناس يفترض أنه يعملوا بها. أنا أتخيل لي إذا في أي جهة متظلمة من جهة في عندها الوسائل ممكن تغير بها حال لكن تمشي تطلع مظاهرة وتمشي تقول ما دارين المدير ما دارين. المهم المظاهرة دي خرجت عن النطاق أو خرجت عن المسار حقها أو عن هدفها، وتزامنت مع وجود أزمة في المواصلات. دي الرواية جاءت من هناك أنه الناس بتاع أصحاب الحافلات كانوا أضربوا واجتمعوا مع الوالي مبارح وزادوا اليوم التعريفة، لكن اليوم برضو أضربوا. المجموعة دعت للتظاهر استغلت الطلبة ومجموعات أخرى وهاجموا السوق وهاجموا البنك، واحدة من البنوك بنك الخرطوم أظنه، ونهبت بعدها محتوياته وحصلت إطلاق نار. حتى في قوة عربية واحدة من القوات النظامية موجودة أمام البنك الفرنسي تم الاعتداء عليها وتهشيمها وحصل إطلاق نار. في ناس بيقولوا أنه في ناس موجودين في أعلى مبنى بنك الخرطوم وأطلقوا النار، في ناس بيقولوا القوة الموجودة أمام البنك هي اللي أطلقت النار. وأنا أتخيل لي أنه الجهات اللي هناك الأمنية نحن منتظرين أنها تورينا الحقيقة منو أطلق النار ومنو قتل الناس، لأنه نحن فعلا ما محتاجين أنه يموت زول كل من الشعب السوداني، ما محتاجين أنه كل يوم نسمع لأنه والله في زول مات والله في زول قتل، لأنه المسألة دي كل ما طول كل ما تراكمت الضغوط على الناس وخلتهم ما يستطيعوا يسيطروا حتى على تصرفاتهم.